السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أشطاري ومع العطاري. اليوم غنسولو واش بالصح البنت المغربية من اللي كتخطب كتقلب على صحاباتها، علاش وكيفاش؟ يلا معايا. طبعا حاجة نقلب عليك هاجر من يتزوج. كتقلب وكاين اللي ما كتقلبش على صحاباتها. هاد الصحابات تقدر تدوم لك صاحبتك على راجلك وبزاف د الحوايج. وهو على حسب، حيت الحب لا وجود ضمني. اول حاجه وخصك تعرف منك على حسب الاخلاق ديالك. الحب شنو عنده؟ وجود ضمني. تنتخطب نقول لكم بلي في الموضوع بالعكس ما نقلبش على صحاباتي باسكو هما واقيلا جاوا قبل منه، دونك ديما غنبقى معاهم. وفي حاله انه قال لي صحاباتك لا نقدر نهضر انا وياه غير بالتفاهم تنخلي صحاباتي. كاينه القضيه ولا ما كاينه؟ كاين. لا خصك تنساهم. انا نقول لك علاش، حيت البنت الا تزوجات خصها تنسى كلشي. الراجل حتى هو كذلك ومثال. وانا جاي لك سير على حساب زعما كاين، حيت انا يا صحاب كنت مصاحبه مع شي صحابات وملي تزوجت هما ما بقاوش كيهضروا معايا، حتى انا ملي نتزوج ان شاء الله نقدر ما نبقاش نهضر معاهم. هاد الماتش الدريات كيكونوا يعني محسادات مغيرات بطبيعه الحال غيكونوا تسد عليهم وفهمتي تقلب عليهم، يعني سي نورمال دير هادشي. واول حاجه هو الصحابات ما دام كيتلاقاو تلاقاو غير على ود الترفيه والنشاط والمتعه بالاحرى، ولكن من بعد ما كيزول هادشي بزوال الصداقه ديالك. نعم، يعني الحب وجود ضمني. الحب وجود ضمني. صاحبتي كنعرفها قبل منه واخا هو غيكون الدوام ديالي، ولكن عادي صاحبتي يا صاحبتي. البنت فاش كتزوج كتبغي تبقى كتولي عندها عائله جديده، فهمتي ناس جداد في حياتها خاصها ترضي عائله راجلها، ماشي بحال شحال هذه كانوا عندها صحاباتها وغير دارهم. انت ديريها؟ ما عرفتش على حسب، حسن ما عرفتش. حسن تخطب. شحال من وحده كتكون صاحبتها حتى في الزواج كتقادو لها براجلها كديه ليها. راجلي الا كنتي كتشوفني راه الله تنقلب علي ما تجي خطبني. الا كنتي كتشوفني الا جي خطاتي خطبني والله ما بقى ندوي مع حتى هذه نقلب عليها ما عنديش مشكل. كتخافوا من يدوا لها رجلها. اما الكبر قلب مازالك خلوني انا بوحدي البنات، انا قلبوا عليا دابا قلبوا عليا وانا كنسول معاهم واش نقلب على صحابي ولا غنبقى معاهم. وصحابي انا مدونه معاهم ماش صورت معاهم انا. نهار غادي نتزوج غنقلب على صحابي غنديها في مرتي وصافي. تبع صحاباتها تقدر راجلها يقول لها ما تبقيش تخرجي مع البنات، اولا مثلا كتعرف راسها ان صلاحتها هي في الزواج ماشي في صحاباتها، هادشي اللي قدرت نعرف. ديال مبغاتوش يعرفوا يعني انا قبل ما هادشي اللي كنقول ليه كنقول انا. انت هادي كتعتبريها صاحبه؟ لا. اللي سولناك وسجلنا معاك غنقلبوا عليك في هاد اللحظه. السلام عليكم.